بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكنا عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية، بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا منكم وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس التي أقدمها. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، الكومنتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا، شكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très 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 bien. Ma présence ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter toujours une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, 5e année enseignement primaire. Il s'agit de la discipline de l'activité scientifique. Al-Nashat Al-Imi. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Al-Nashat Al-Imi Al-Khamis Ibsidaï, Austin Al-Khamisa Ibsidaï. الدرس الحركة والقوة، النواس البسيط، لا فورس اي لو موفمون، لو بوندول سامبل، الوحدة 5، صفحة 70، تتمة الدرس، بمعنى الحصة الثانية، الحصة الثانية. الأهداف كما سبق لي، استنتج أن مدة أرجح النواس البسيط المعلق بخيط لا تتغير بكتلته، بكتلة الجسم، لا تتغير بكتلة الجسم، هذه النقطة اللي يجب أن تفهموها، لا تتغير بكتلة الجسم وإنما تتغير بطول الخيط. تأكد أن تغيير الخيط، أتأكد أن تغيير الخيط المعلق بالنواس البسيط يؤثر على مدة تأرجح الجسم، يؤثر تغيير الخيط، تغيير الخيط المعلق. ب خال سليم لتيليلا مدة تأرجح النواس لمرة واحدة تتعلق بطوله وبكتلة الكرية. وللتحقق من هذه الفرضية قام كل منهما بمعنى تيليلا والسمير بإنجاز التجربة، ويمثل الجدولان النتائج المحصل عليها في الجدول. إذن عندنا أولا سليم، ثم من بعد سننتقل إلى تيليلا. بالنسبة لسليم عندنا كتلة الكرية، لاحظوا مزيان أنها تتغير 15 غرام، 25 غرام، 40 غرام. طول الخيط لم يتغير 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر. مدة 10 دبدبات 12.5، 15.4، 18 سنتيمتر. ثم دبدبة واحدة 1.25، 1.54، 1.8. إذن قلنا بأن مدة، سنتج أن مدة تجرح النواة تتعلق بخيط لا تتعلق بالكتلة. إذن هنا ماذا نلاحظ؟ أن عندنا الخيط، طول الخيط لم يتغير والكتلة تتغير. إذن قلنا بأن دبدبة النواس البسيط تتغير ب، لا تتغير بالكتلة. إذن هنا تلاحظوا بأن هناك خطأ، هناك خطأ في الجزء، ربما أكيد أن هناك خطأ، فربما لم يقم بملئه جيدا. إذن ماذا سنكتب هنا؟ سنغير، سنغير، إذن عندنا 12.5، غتكون عندنا هنا 12.5، عندنا 12.5. لأن مدة الدبدبات لا تتغير بالكتلة، لا تتغير بتغيير الكتلة. إذن ومن هنا غادي يكون عندنا هنا، إذن 12.25 مقسومة على 10 غتعطينا 1.25 سنتيمتر،
وغتعطينا هنا 1.25 وهنا 1.25. إذا لاحظوا معي بأن دبدبة النواس البسيط لا تتغير، النواس البسيطة دبدبة واحدة ديال النواس البسيط لا تتغير بالكتلة، إذا عندنا هنا الكتلة تغيرت، إذا قلنا بأن لا تتغير بالكتلة وإنما تتغير بطول الخيط، إذا عندنا 30 30 30، إذا هناك خطأ وتم الآن تصحيحه، وتم الآن تصحيحه. ننتقل إلى الجزء الثاني. إذا نلاحظ بالنسبة الجدول بالنسبة للتيليلا كتلة الكرية لم تتغير 20 20 20 وطول الخيط تغير 40 60 80. إذا هنا نلاحظ أن الخيط تغير وبتغير الخيط تتغير دبدبة النواس الواحدة. إذا لاحظ مدة 10 دبدبات أعطتنا 12.5 وأعطتنا 15.4 و 18.7. نعم، إذا مدبدبة واحدة غتعطينا 1.25، إذا بالنسبة لهنا لأن تتغير بتغيير الطول 1.25 1.54 1.8 1.8. إذا هنا دبدبة واحدة للنواس الواحد تتغير، ها هي تغيرت لأن الخيط يتغير، لأن الخيط يتغير. جيم التميم الجدولين واستنتج مدة دبدبة واحدة، مدة دبدبة واحدة لنواس بسيط، ها هي القاعدة، تتعلق بطوله ولا تتعلق بكتلة. إذا عندنا هنا الطول دبدبة واحدة تتغير، ها هي دبدبة مدة دبدبة واحدة لنواس بسيط تتعلق بطوله ولا تتعلق بكتلة، إذا هذه الدبدبة تتعلق بالطول ديالو، طول ديالو دبدبة واحدة متعلقة، إذا عندنا 60 1.54 80 1.8، إذا تتغير. دال عندنا تجربة سليم على قمة جبل، إذا التجربة ديال سليم اللي درناها هنا في الجول، عدناها على قمة جبل، فوجدنا أن مدة 10 دبدبات هي 10 ثواني، إذا هنا في هذا الجدول اللي درنا ديال سليم تغيرات الدبدبة وفوجدنا 10 ديال الدبدبات، فوجدنا أن مدة 10 دبدبات كما عندنا في سليم هي 10 وليس 12.5. علاش؟ استنتج أن الجاذبية، إذا هنا استنتج أن الجاذبية أثرت في مدة 10 دبدبات، أثرت، إذا هنا الفرق ما بين الجاذبية والكتلة، إذا هنا أثرت في مدة 10 دبدبات، والمكان الذي يوجد فيه النواس، والمكان الذي يوجد فيه النواس، إذا هنا وأعيد القاعدة، أستخلص أن الجاذبية أثرت في مدة 10 ديال الدبدبات، والمكان الذي يوجد فيه النواس، إذا النواس أين يوجد؟ يوجد في قمة الجبل، إذا هناك تأثير بالجاذبية، هناك تأثر بالجاذبية، أستخلص مدة دبدبة واحدة لنواس بسيط تتعلق بجسم الجسم الذي يتغير بتغيير المكان، إذا هنا الجسم تتعلق بوزن الجسم الذي يتغير بتغيير المكان ديالو، إذا هنا الجسم تغير، علاش؟ لأنه راه في القمة ديال الجبل واستعملنا هنا هناك الجاذبية. رابعا استثمر تعلماتي النشاط واحد، بينما كانت هند راكبة في سيارة مع أبيها سألته لماذا أرى الأشجار تتحرك على الخلف، هذا سؤال ديال هند، نسميه الشرح. إذا أتمم الشرح، إذا لاحظوا معي هنا السيارة ركبت عليها هند مع الأب ديالها، أجيب عن السؤال، قلنا قالت لماذا أرى أن الأشجار تتحرك نحو الخلف، أجيب عن السؤال عن سؤال هند بملء الفراغ بما يناسب، إذا غادي نجاوب على السؤال اللي وضعته هند اللي قالت للأب ديالها لماذا أرى الأشجار تتحرك نحو الخلف، تبدو الأشجار تتحرك بالنسبة لهند لأنها قارنتها بجسم متحرك، هند تشوف الأشجار تتحرك نحو الخلف لأنها ما قارنتهاش بأنها شجرة جامدة لا ثابتة لا تتحرك، قارنتها بجسم متحرك وهو السيارة،
السياره تتمشي والاشجار عصاب راسهم حتى هما بحال السياره سيمشيو. اكتيفيتي 2 دون زان بارك دو جو، دون زان بارك واحد الحديقه ديال الالعاب. امين اي ساسور جو على بالونسوار، هما تيلعبوا ديك الارجوحه. امين ا بوسي ليلى اي كونت، الى بوسي ليلى دفع ليلى اي كونت دي اوسيلاسيون، اوسيلاسيون بمعنى الدبدبات، 10 ديال الدبدبات بوندون 20 سكوند، 20 ثانية. كالكولي لا دوغي دون سول اوسيلاسيون، إذا عندنا 20 ديفيزي بار 10 إيكالا 2، إذا دبدبة دبدبة واحدة عندها جوج ديال ثواني، نعم. ثم كيل سوغي لا دوغي دون اوسيلاسيون سي امين بروني لا بلاس دو ليلى، إلا خدينا المكان ديال ليلى رديناه البلاصه ديال امين وامين رديناه، اذا لا يتغير دو سكوند، لا يتغير دائما مده الدبدبه. جو ريبون بار فغي او بار فو، صحيح ام خطا. لا ديوغي دو لوسيلاسيون، لا ديوغي دو لوسيلاسيون بوندون، لا ديوغي دو لوسيلاسيون ديبوند de la longueur de la corde. La durée, le mode de diète de débat dépend de la longueur. C'est à l'arbi, tout diète à l'arbi. Sahih, vrai. La durée d'une oscillation augmente quand la longueur de la corde augmente. Sahih, la durée, le mode de diète de débat, c'est zido, le mode de débat, il a qu'un l'arbi, il y a zido, ton l'eau. Non, vrai. La masse de la personne a une influence sur la durée d'une oscillation. Oui, mais là, on coûte la durée de la personne à la durée de l'oscillation. Faux. On a dit que la durée de l'oscillation basse, c'est à la bitol de la chèque. Ou elle est sabine le coût là. C'est à la bitol de la chèque. Ou elle est sabine le coût là. Il y a un vrai, vrai faux. إذا النهاية الدرس هي هذه، أتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن تكونوا قد استوعبتم مفهوم هذه الشروحات. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.